السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. من الأيام المميزة عندنا يوم السبت، يكثر الحلال ويكثر العرض. نظر الآن حنا بعد صلاة العشاء يوم الجمعة، من صلاة العصر والحلال ينزل عند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هو الفرق، صورت لكم بعد صلاة العشاء يوم الجمعة، والآن سبت يوم السبت بعد صلاة الفجر، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الخلفات ومزاين، وهذا ساحة الذبح، الله تبارك الرحمن. شوفوا الساحات كلها امتليت، الساحة الأولى للحوم وهذه الساحة الثانية. واليوم كذلك عندنا حراج ثلاث أذواد بيحرج عليها، ما شاء الله. أول ما يبدون بساحة اللحوم، ثم من يبدون بالخلفات ومزايا، وآخر شيء يبدون بالأذواد. الله يحييكم. يبدأ الحراج بعد صلاة الفجر، ما شاء الله تبارك الرحمن. صباحكم بكل خير، أصبحنا وأصبح الملك لله، ما شاء الله تبارك الرحمن. صبح بالخير، وش معك؟ وش معك؟ ما شاء الله ما شاء الله. كم ثمن؟ 890 على 890. هذه ثلاث خرفان ورخلتين؟ اي نعم، ما شاء الله ما شاء الله، على 890 ما شاء الله. كم تسامن الحيل يا رجل؟ تسامن على 60 و6 ولا واحدة بلف؟ 60 و600 ولا واحدة بلف؟ شيا حيل. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. 360 ما شاء الله. 1360 كله جذعان. اثنين جدعان والرباع 1080. 1080 يقرع الرباع. الله الله يقرع. ما شاء الله ما شاء الله. حلال بري وحلال مصنف. الله يبارك. والاثنين ذولي على 1300. 60. 60. ما شاء الله. والرباع 1080. على 1360. الطيبات ما شاء الله. جدعان. الله يبارك لك. ما شاء الله. ما شاء الله محمد. كم سامة البهم هذا؟ 40 خرفان. الله الله. كم سيمة تقول؟ على 840. كم عددها؟ عددها 8. 840 خرفان. عمارها 4 شهور 5 شهور. كم عددها؟ 57. العدد 57 كلها أرخال جذعات. كم تسام؟ كم ثومة؟ 1020 أرخال جذعات كلها. 1020 السوم على 1020. 1020 كلها أرخال على 1020. العدد 57 يقول. على 1020. شبلاش شبلاش على 1020. ما شاء الله. طيعان على كم؟ هذا عبيد. ها؟ 800. 880 اي على البهم ذا على 880. أرخال وخرفان. ايش بنا واحد؟ سبعك واحد. على 880. ما شاء الله. السلام عليكم. يلا يا بلعم، شلونك؟ يلا حيو، شو صحك؟ طيب، شلونك يا عم؟ يا هلا واخونا. كم تسام غنمك؟ 1110. على واحد. على واحد ما شاء الله. على 1110 السوق. هل عم مزين نهدر جلال بهم؟ ما عندك كثير منه. عن البرد.
ما شاء الله تبارك الرحمن. اشياء حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. شوف ودي ينات كثرة. يا بدر يا بدر صبحك بالخير. شو الأمور اليوم؟ والله زين. وش أبو خالد؟ والله زين الأمور. وش أبوه من الحلال الزين؟ كل شيء موجود. ها؟ واجب الزبون. أبشر بجنود قول كثر ودي ينات. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. ها؟ بحر. ها؟ إيه نص ساعة على ما تشوف الأدلة. إيه سبحان الله العظيم. يروح هذا البهم. البهم كثير وعلي. ها؟ ها؟ ما في شيء رخيص. ايه ما شاء الله هذيك ولده انا شفتها. ها؟ وش والله اللهم صل على محمد. ما شفت الولاد. شفاه عند رقيبه. ما شاء الله هذه فيها حيل تسام على 550. وين البحر؟ 15 على 920 هالبحم ذا جملة على 920 السوم. ما شاء الله. وهذا يا ابو ابراهيم. ابو ابراهيم هذا كم بسام؟ عند سويلم. غنمك اليوم يلا حي شلونك؟ 1540. ما شاء الله على 1540 جدعان طيب. ما شاء الله على 1540. شوف يا ابو بندر الزين على 1540 السوق. ما شاء الله جدعان حلوه. ما شاء الله تبارك الله. سوم جملة على 1540. ايش اللي بخالد؟ هذا ابو خويا ابو بس 880. كيف حال هي؟ بين رخل. كم عددها؟ والله اني ما ادري كم شيء عندها هندي. والله اني ما ادري كم. سلام الله 880. هلا ابو خويا. هلا والله بالعم. يا هلا والله ما سهل. 880. كم العدد؟ وصل السوم 880. هذه مع واحد ذي؟ اي مع حكيم. ما شاء الله سام على الف. لا اله الا الله. ما شاء الله هذول خرفان. نجد جذعاني سام على 1600 و670 الجدعان ذولي. والسفير ذا على 1060 سنه سدس. 1600 وكم قلت لي؟ 1670 جدعان. جدعان طيبه ما شاء الله. كم اعمارهم يا ابو؟ اعمارهم 7 ترى ما شاء الله. يبيع اعمارهم 7 شهور على 1670 زادا على 1560 الآن طيب. ما شاء الله تبارك الرحمن. كم وصل البهم يا ابو صالح؟ 1060 يا ابو. ها؟ 1060. 1060. 1060. كم تسام ابو عبد العزيز؟ والله ابو خالد يقولوا 80,000. الجداعات اللي بيجني اللي بيذبح كل شيء. على 1100 على 1080 ريال. 1080 غير 100. على 1080. ما شاء الله. كم قيمة الموز؟ 1080 ريال. كلها جذعات؟ كلها جذعات.
كم عددهم؟ 10. كم معمارهم؟ معمارهم يا طويل العمر منها 8 وحولها، منها 8 شهور. كلهن جدعات. ألف يلا خلصوا علينا نبيع. وش الفرق بينه وبين الخروف؟ ورا السعر تختلف وسعر الخروف. احنا ابو خروف بعمره وصل 1005. ولا الحمه هي ما تختلف. ها. اتحدى بنموه يقول انا اخلف الحمه. الا تختلف بشيء واحد. لا 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 بشيء واحد. وشو؟ اذا القرعه الف حال. تختلف. لا لا حايل. لا لا اذا انا عارف انها حايل ما بشيء. ايه. ولا ما هنا فرق عن الرخلة والخروف، بس الناس العادة انهم يذبحون الخروف ما يذبحون الرخل. الله الله. اي ولا هي ما عندك ازي منها، بس بشرط انه ما يكون قرعها الحال وسعرها ارخص. هذولي على 1080 لو له خروف بعمرهن على 1005 1004. ثامن على 500 هاتيوس يا حلوه صغيرات. ثامن على 500 880. كم خروف كم رخل؟ 3 خرفان و10 خار. 10 خار وثلاث خرفان 880. ها يلا الله يبارك لك ما شاء الله. السوم على 880 ما شاء الله. السوم على 1850. ان بغيت فحول وان بغيت ذبايح كلهن، بس روسه طيبه دي تصلح فحول. ما هدان لا ما كله تدعان. اي ما شاء الله. منين جيات ذولي؟ والله انا عندي انتاج. اي ما شاء الله الله يبارك لك. الله يبارك لك حلالك طيب ما شاء الله ما شاء الله. كله تدعان على 1850. حرك عمك يا حلوهم. قدم قدم. من انت ما عرفناك؟ والله والنعم والنعم. هذا من حلال نادر الحربي ما شاء الله. والله اللي بيفحل ياخذ من حلال هذا طيب. الله يبارك. يقول نادر الحربي. جميع سامعة 930. كل أجزاءات. لا 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 جميع. فهنا سنوات. 930 الصوم جميع. ما شاء الله تبارك الرحمن. وش رفو 200 وراك أنا؟ وش عندك؟ ما لحقت الحلال له طيب هيا. ما شاء الله على 1200 عيالا كبرهن. أكبر منهم. أسعو صدر رعيه ناظر يا حلالي. ها؟ على واحد وعيالا كبرهن. كم عددهن؟ هذا ولده أمه السودة. كم عددهن يا عم؟ من 200. إي كم العدد؟ ثلاث معهم ثلاث كبرهن. إيه. والديود سلم والسلم والسن سلم 250. خلب 60. 60 كم عليه؟ خلب 10. 10 وكم؟ وثلاث ما شاء الله. وصلا على 1320. 1320 معهن عيالن عيالن ذبايح هذول هن كبار. ثلاث معهن ثلاث على 1320. يلا طيبة الريال ما شاء الله. كم على هذول؟ 1320 نادر اسف ما شاء الله. روسه طيبة. ما هدن يا نادر؟ ها؟ ما هدن ما شاء الله. الله يبارك لك. عندنا اليوم حراج على ثلاث اذواد. البل هذه والبل حقات الهجن وهذه الملاويين. هذه عليه وصمة الشيوخ. Sure.
شجرة من سامة من سامة من سامة خلف من سامة من سامة من سامة من سامة يا ولد من سامة أخلص التبابة من سامة من سامة من سامة من يحب من سامة من سامة يا ولد من سامة 7000 ريال فتحك له سامة هدية هدية رأي مطعم قبل الجرف اللي بحالف يصبر شوي 7100 سهل ابو خالد يا هلا يا هلا والله 7100 7200 يا صباح الخير صباح الخير 7200 ابو ترك 3 4 ابو صالح 4 5 5 5 7 و5 ابو ترك 6 الحين 6 يا امجد 6 ابو صالح 7 الحين 7 ثمان 7 و8 9 8000 ريال على المنيحة ب100 8 و200 3 4 8 و4 8 و4 5 6 8 و6 عندكم زادي حظين 8 و6 عندك زادي ابو صالح 8 و6 الحين 8 و6 ها 7 الحين 8 و8 9 9000 ريال 9 و4 المنيحة اللي ما تتحرك 9 و4 9 و4 5 يا عمي ها ترى راعي صدق وطق هبرج الحين ب6 يا ابو صالح 10000 ريال 10 و5 10 و5 اقفل ها 11000 ريال بدي يتلعب بجواله من الخوف يلا ابو صالح 11 و100 قضيت والله ما ادري ايش اللي قدامك شباب الناقه شباب الناقه والله كذا ثريه ولا ربع ها الحين ب11 و6 ها 8 9 12 ب100 اه خلاص قضيت 12 و100 عندكم زاد احد لو شاف احد لو خاطر احد يبي 20 لكم نظر حاضرين 12 و100 احد لو شاف احد لو خاطر لكم نظر حاضرين وانت اكثر مع ابو زاد ما راح عني نصيبك على شوره ابيع الرجس بدرجه على 30 الصبح ما شاء الله هذا راعي عشدوه يلا حرج 20000 هذا حوار هبار حوار الطيب حوار الطيب 20000 21 22 بعود يا ابوي بعود 22000 حرج 24000 هذا حوار 25 هذا راح يشتو 25 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
9000 ريال خفوت طيبة وانتاجها طيب الله يخلف على رأيها 9000 ريال خلاص تو حنو نظر حنو هوا حنو شب أحد لخاك 16000 وين أمه هذه أنا بعير بن ضبيح البحثاني محمد بن بعير أنا بعير بن ضبيح ما شاء الله نعم 19000 بالبتسل 19000 19000 29 يا لاحق 5 30000 لاحق ها يا لاحق خلاص تبي يا صافي فرح شريت صافي يا فهد يا شلاح بس هني مرتاح عار انت ارجع من الماتش ولا يا ما له 30000 على ولد عقاب 30000 حرج واحد حرج اثنين
حراج ثلاثة ما عقب الحراج إلا البيع. قضيته يا راعي أبيعها بثلاثين ثمن ودلال. أبوي لا تفرج الزباين. أنا حاضر عليه قبلته. أنا خلنا باللي حاضر حق زبون حاضر لا تدبر لا تقول له. لا بد. تبي يا صافي حد راعي مو مرة شريت. عم خلوا الرجال مجال خلهم يترزقون الله ادعي لهم بالبركة. رب رزقني ورزق مني المسلم يقول الله يبارك لك بثلاثين ألف ثمن ودلال. سجل يا كاتب. خله خلفها الحين سوق خلفي بيعة أبو خالد ثلاثين ألف ثمن ودلال. الله يربح البايع. دلالاتها كم الثلاثين؟ خمسة آلاف وخمس وهذه بعتها أنا بسبع صار. ما شاء الله. ما شاء الله. هذه. الله يبارك. آمين وياك الله يجزاك خير أبو خالد بسم الله. آه عشرة آلاف وستمية عشرة آلاف وستمية يا ابو خالد 12 ومية عشوة جزم ايه انشط والله معنا جيت والله من ورا حايل ايه اي والله 15 ألف قضيت كم أعطيت 15 ألف ومية هلا والله ابو خالد الزين ما يكمل اي والله بس سدنا هالراس مستين يا ولد ثلاث اربع يا النبي يا ولد نحرج يا الناس عندكم زاد 19 ألف وثلاث أحد الخاطر
طير 19 محمد قضيت ترى ببيع 19 10 19 20 ست احنا نظر احنا هواء 7200 على بصايا ثلاث ازين وتر يا بصايا افطل اسعد خالد اسعد خالد ثلاث ثلاث يقول يعني وش ثلاث ما تعرف ما تعرف ثلاث 7200 لا انت وين فيها يا خالد 7200 اصبر خلينا نشوف ثلاث اليوم الحلال تثير ناظر مالك مطاط انتبه لا تروح يا حلوة ما شاء الله كم 11 صافي ما شاء الله وين اللي بالمنايح الزينة وين ابو مساري ما شاء الله اليوم كاب المنايح يا ياسر الكاب والله ما شاء الله تبارك الله منايح زينة بعد كلها كم الحين 7200 شوفوا ابو مشاري على هالرجال انا والله بصايل والله مصري حلاوك يا هلا ما شاء الله الله يرزقك الله يستر اوريك 14000 ما شاء الله والله السلعه عند مشعل يا عيال 14000 ما شاء الله احد له خاطر احد له شف احد ابي يشري 14300 احد ابي يزود 14 هواء لكم شف احد ابي يشري احد له خاطر الله يربحك ابو علي يا كاتب وش تبي بس مالك شغل تم شيء رجع عليه مقومينه مفحوص مجدد هلا وسهلا هلا يا طيب وين يدي تسامي 6300 يا عم 6300 منيح حد رها بكرة 6300 كل من شافه قال القحة 12000 ثلاث صافي نشر صافي على شورو بعد ما عندي بيع الا على شورو وش ساسه يقول على بعير على سحاب هو تسمى رعيه على سحاب يرعيه هذا هو والسنه جدع وينك في حنوم وين انت يا عبد الله؟ 12 و100 على عبد الله 200 يا عبد الله 3000 على غيرك 13000 100 على غيرك مو بلك 200
خمس شركنا شوي بس كنا 14000 بعير طيب كنا 100 وطار طيب الله يسلمك 16000 الله يسلمك بعد بعير طيب الله يحييك انا اخوي يقول على السحاب 16000 وهذا راعي وخذ من راسه 16000 زمان 16000 حج على غيره تو داخل الجذع يا راعي ولا ضرب ولا ناقل 16000 يقول ما بعد ضرب ها اخذ يا رجل 16000 لك نظر خذت يربح يا راعي وين راحوا؟ وين شوامنا؟ موجود موجود معروف ملك نظر قضيت لك خاطر يا رجل يكون شاب سبع على هالرجال والله على هالرجال مو عليكم 16 وسبع هلا سبع عليه يا بن عزب 3005 يا ولد عزب 3005 حد عنده وين راح سواه من هون وين راح سواه من حد عنده زود عزب 3005 عزب 3005 عزب 3005 عزب 3005 حد عنده زود وين راح سواه 10000 تعال 10000 تعال 10000 علياني يقول علياني تعال يا رعي تعال عندي 10000 10000 10000 عاد راح سواه عشر تلاف وخم عشر تلاف وخم حد عندي زاد ولا عشر تلاف وخم عشر تحرك عشر تلاف عالنابي عشر على البعيد عشر تلاف وخم عشر تلاف وخم عشر تلاف وخم رد رد عشر تلاف وخم حرك عشر تلاف وخم عشر تلاف وخم حرك عشر تلاف وخم عشر تلاف وخمس عشر تلاف وخمس حرك برا سبارة عشر تلاف وخمس لا فوز كذا عشر تلاف عشر تلاف وخمس حرك عشر تلاف وخمس عشر تلاف وخمس عشر تلاف وخمس علياني 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 يا بشر يا بشر عشر تلاف وخمس عشر تلاف وخمس عشر تلاف بعشرة تلاف قضيت ولا معنا بعشرة هالمنية شرط صافي صالح شرط صافي بعشرة تلاف بعشرة هلا بخوي هلا بك هلا بعشرة تلاف كم يا حاتم؟ هلا والله ابو خالد حسام 8.5 يا اخوي على جميع شروط يضرب نعم يضرب يضرب الحصى ويعشر نعم كم يسام؟ 8.5 وش تاسر وش تاسر؟ يقولون باتري وانا والله ما ادري عنه انت شاري انا شاريه من رجالي يقول باتري لكن مشروط اضرب وعشر كم يسام سبعة؟ 8.5 8.5 سمعت يا لاحق يقول خبرها ترضعها وانا اقول شفتها هسه قدامك اشوف شيء عشان ترضعها اشوف خمس شيء انت غارز بس انا الى الحين تبعي اشوف خمس خلاص امسيت يا متعب يا ابو سعد 10.6 كم تسام ذي؟ مسيمة يا عم ما شاء الله خلف هدية طيبة سام زمان الحين خمسة دماء خمسة دماء خمسة دماء خمسة آلاف دماء خمسة دماء ثمانية وأربعمية
ليه يقول ما شاء الله يا ياسر ما يدري شو بدي اليوم الله يرزقكم سجل عليه ما شاء الله هذه ما شاء الله كلها خفات عند ياسر اليوم ما يدري شو بدي الله يوفقه الله يرزقكم هدية رضية مع بكرة ما شاء الله هلا والله ابو وافي هلا 7,500 هلا والله عبد الهادي كم بيعت؟ ويه دخله مشرب بيعت 8500 ما شاء الله يقول ترى حتى 9600 والحلال يشرب ولا الحمد لله الله يبارك الله يبارك دخله الحوشه ولك شربتي ما يجيك الله يسلمك والمشرمين اجمعين اللهم امين امورنا جانا واسواقنا طيبه الحمد لله وكل شيء جانا الحمد لله الحلال فوق قيمته الحمد لله والبركه نازله الحمد لله والله يهمنا ويستر علينا احنا والمسلمين اجمعين الله يجزاك خير يا ابو عبيد يا هلا يا مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا اللهم صل 6100 شرع الصاحب يا ولد هذا رايي انا حالف معانا واحد عاد قالوا قلنا 6100 يقول 18 30 لا ما غير هلا هلا بخوي هلا والله شلونك طيب من سام ومن سام هلا هلا والله شلونك طيب هالرجل طيب طيب الحبيب شلونك 5800 شمال جنوب انا الحين وريت سنوات اطالع شفتهن انت صاتي عم لكن في بعض الحلال يسبق عمه شنو يسبق عمه حرج على ذي 10,000 ريال يلا يا زيد 11,000 11,500 انسام 4,000 ريال
28 و500 ابو خالد الزين الزين يفرض روحه خاص خاص ينادي الناس شوف بدك على بعضهم لقيت محضر قبله عيونهم هم تسامهم هناك وعيونهم هنا محضروا كل ابو 4000 خالد وش بقى؟ طيب ب 6000 ريال 100 100 100 30 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 قفل وين رايح؟ 6600 صار هذا لك 4 يا ولد حد له هواء 7 حد شاف حد زاد عنده زاد يا زيد يا 4 6600 صار هذا لك 4 يا 4 تربح حستلم اسمع اسمع افحص وجلب وناظر حرج على بكار على كم دار السنه دار على 2000 و100 بس ذولي لو فيار ما يوكل ذولي ابو خالد تعال من نوري تعال لي كبير 2005 يا رب تعقب دلالك لك انا ولد قام بشريده عطى 2005 عطى 2006 طيب طيب اخبارك والله اول شيء المعذره بعد الشيوخ والله ما جت البارح العقب الاخير لانه ما طلعت من النار توقيعات الوكاله ما جت الا متاخر الحين جيت المغرب وجيت الاخير والله ما قصرت الله يسعدك انا معي منه كله علشان مشاهدينك تخدم حتى بالليل الله يوفقك الله يعزك هذا بعناه 6200 6200 هذا مبيعات حج على ثلاثة الظاهر و100 على ثلاثة و100 هذا مبيوع ما شاء الله كم يا عبد اللطيف؟ ادري ب 4000 صافي ما شاء الله 4000 هذا تعال جاي كاتب هذولي على ثلاثة وأربعة على 3400 ما شاء الله لا إله إلا الله هذا ب 4005 4500 البكري ب 5800 4400 البعير ذا 5300 البكري ب 5000 ما شاء الله شفت انت علينا 5800 ما شاء الله طيب ذا 5000 والسعيب والله تعال هذا واحد سم الحين حرج عليه هذا واحد ايه هذا ثلاثة هذا الرابع الصغير بعناه على 4700 على 4700 شفتين؟ اثنين اضعاف هذا واحد هذا ثلاثة أربعة خمسة ستة بعناه على 3450 على ثلاثة بحشو تلبية مي بشلة الشي غالي أبو خالد على 3000 450 450 أضعاف ذولي بعناه على 3650 على 3650 3400 3400 الصغير تعال هذا على كم؟ شريناه وبعناه على 6000 على 6000 وثلاث وثلاث الواحد تو يبيع على ما يعز هذا وين؟ شفت انا غلطان يا عم حسبين حشوك هالشيء ذمه الحين على 2007 على 2007 والله حسبني امسح لي على 2007 على 2007 يا ابو نواف حشو عارف ندري راح السلفي على 2007 على 2007 على 2007 على 2007 على 2007 على 2007 والسعي برا قعدان راعي ونبكار يا عبد قعدان على 2007 على 8 على 9 على 9 يعني على 3000 على ابو مشعل على 3 يا موسى يا موسى على 3 على 3 يا موسى على 3 على 3 جرت صافي جرت صافي يا موسى شريت عطوا صافي عطنا على السعي يا كاتب يا كاتب عطوا شريت 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 تحول على 1700 الواحد ما شاء الله غالي الشيء غالي ناظر تعال تعال يلا يلا تعال هذا يولي شوف على 3750 على 3750 ما شاء الله تعال مني هذا محرجنا عليه 3500 3500 كثير الحلقه 3500 6 7 على قال انا وسعي بطل 7 على ابو مشعل 3 7 5 8 على ابو مشعل 4 صافي بطل 4 صافي 4 صافي 4 صافي 4 صافي 4 صافي على ابو مشعل خلاص 4 صافي 4 صافي
السابع شوف 20 لي انا 30 50 لي انا 60 70 80 90 100 10 20 30 لي انا 50 60 200 400 صار كمان كمان اريد الصوت كمان 400 صار سجل 4 3 صار يا ربع حسين سجل عليه رقم 98 واحدة ثنتين ثلاث على 5200 على 5200 شوف الغلط ولا بسمع على 5200 الشمس رجل مش الواحدة بكار كار وهذه بكر ب 400 هذول على 5009 هذول الله الله شفتين كار الحوار ذا ثلاث وثمان شوف دولي على 5009 5000 على 5000 صح 3 والسعي برا شفتين هذه بقى 5000 علمت قول انا حسين تعرف شلونك ابو خالد يا هلا والله ابو مشعل يا هلا يا هلا هذول باع رعيه ولا لا على 4 و5 صافي على 4 و5 صافي شو منهم راعين بايع هنا سجلتهم دور وخذ سعيك لا قدر روح منحرجين عليه على 4 و5 صافي بكيف ولو هل تعود ذا حسبتونا المهم اخصم سعيد من دولي على 4 و5 صافي وزيود من دولي عرفت تقول ابن سيد اخصم من ذا سعيد تعال لك ابو خالد واحدة ثنتين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان ثلاثيف على كم في سعيد على 5 و6 هذه واحدة ثنتين ثلاث اربع على 5 و6 على 5000 حرج مش شفتها على 5 و6 وهذه بعد 5 و8 ما شاء الله القصية 5 و8 هذا الوسط لا شفته ايه وهذول اخوته ذولي على كم علي عبد اللطيف ولا الثالث هذا ما يجيب له 4 و5 شاريين على 5 و650 ما شاء الله شفتين ايه شوف الجبر ما يبغى شوها 4 و8 يسار ما يبون ايه 4 و8 شفتوه ايه هذولي ما يبون الصغير دوروا على الزلفه هذولي عن سيرفو يا ولد واحدة ثنتين ثلاث هذه ثنية ايه والباقي نياك على 3900 3000 وهذه الحائل طلعت القصيدة ما شاء الله ايه ايش يقول ايش يقول ابو نزلنا لك اسبوع على رأي الناس يراسلون بالسناب يقول انا شفاتي حائل حيلوها الى من نبى فوق الباهر شحمها مثل القمور ديودها محلبوها صنعت بدن فخذه وراسه وفمها ولا من جاه مواهج وجد لها تكسر مضر يسرسب من عدمها عيون النطور وسرقته قد لقوها نتفه وسواعد لحيته ما حشمها هذا قصيده الاولين يوم انه ياصف يقول مثل القمور يعني الحائل الذلول ديودها مثل القمور رجال ما خلوا لك تالين شيء 4750 على 4750 صاعد يعني على 5050 معنا الصغير اذا شفته بعناه عند وذولي بعناه على 4000 اضعاف ذولي شفت الصغير ذا يوخو شفت يا عم ابو خالد شفت الله الله نياك ذولي على 3000 صافي على 5 و8 على 5000 5 و8 شفت ابو خالد الظاهر ومية الصغير ذا وهذا ب 4 و7 والله والله الظاهر على 3 و400 شوف خلاص 3 و400 شنو اهل الرياض ذا اليوم شارين اهل الرياض نخرونا بمزاول اي والله يستاهلون 3 و400 شوفها ما يجي وزن 35 كيلو خالي الحوار وذولي تعال ابو خالد على 2000 صافي ما بتزبرها سمع عليك اللي نكفله لك ابشر ولا عندنا شيء لك عن تحويل البنك احنا ما عندنا نقد بس فوق ذاك لازم تحويل البنك نشتري العربون على 500 وعلى 200 على 2200 على 2200 الامانه ما ادري لو بهم ضرع على 50 على 3 على 3 على 4 لي انا على 5 لي انا على 2005 النبني عبد الله راعي من اهل السلف ويضعن على 2005 على 2005 على 2005 والسعي برا على الشراي على 2005 على 2005 على على 6 لي انا على 6 لي انا على 2006 على 2006 على 2006 الحين على 2006 على 2006 والسعي برا كبر يا جربوع كبر انت كبر انت كبر سجل يا كاتب يا كاتب
تعال الله يهديك، انت بتلت بالزحمه امشي سمي. على 2006 صار يسجلون تبع العزلفي امانه، على 2006 صار منو طيب؟ اصبر اصبر بيزود، اصبر خلوه هزود اصبر بس. على 2006 صافي على 7 ترى هني اطلع من رجلين وانا ما كلمت راعيها السود الراعي الحلال، انا ما عندي ولا اخوك لو انا مسجلها نزل زود روح. على 2007 صافي على 3 بساعيه زد بس تبل عند موش عليهم تحت بس على 3 صافي 36 شريت يطلع عليك على 36 شريتين ما تبي سجل على دلاله شريت انا ربك بس الحباله تروح الرعى الزلفي والله انك ابو سايل محبوب شوف يوم جيت الله يسلمك جيت عنا واحده 3 بساعيه على 44 سوا من انت لا على 4 وبتر حتى ما تخبر على 50 على 3 بعناها نرعين على 400 صافي على هالولد هذا يقول اسوي الثنتين ولا راح يصير في صدوق ذا بعناها على 400 لك صافي هو احسن من 450 اول شو اسوي ايه ثمن ودلالي سدل لك الحين على 200 بس يوم جاي ابو صايل على 400 لكم شاف لكم خاف ثمن ودلالي لك على 54 الحين على 400 والسعي برا حولوا بي على عرض نصيبك 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 هلا بن جربوش يلا حيا شلونك؟ طيب حالك شلون السوق اليوم؟ والله السوق طيب غالي السبت هو المقياس كم؟ ناظر كلم الشيخ شرينا الرجال والله ودنا الملاعب ما شاء الله كلمنا يقول ابي 20 وشرى يجي دنتين وهذا تغليقنا الحين استاهل استاهل اكثر تقعد عندي يا ابناء بعها تسبها تملك شحن وتسوق صح كلامي ولا لا؟ اي والله دقيقه يا رحمة الله سنت عشيره ذبحه والحيران يقولون سنت عشيره يوم تربي عشيره ودي ارضي ونجد ما ربعت وبدا ذبحون حيران عشان البلع ما تقطع انشد انا ما لحقت تعال يا وانت وانا سنت عشيره اجل عنده حوار يجلب والله اللي عنده حوار ولا هو بحال بن امه ولا يبيه تزاني يجلب 4000 ريال هو بهاله يجي كد عليه الى ما الضحيه ما يجيب 4 الا منه نقص اللباني مرغوب عليك بس شباب يلا مشينا حبيبي ابو خالد هلا والله ما ادري ما شاء الله يلا حي صبحك بخير ما شاء الله كم ذا فاخر ذا ما شاء الله قعود عندي ذول 6710 يا مدري انت شو تزينت والله ما زين شيء لا 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 الفاخر مفتل دائما نلقاه في المجدي ما شاء الله لا تعال ما شفت شيء 6710 6710 مبيوع والله ابو خالد شلونك؟ يلا قوم ما شاء الله عليك الله يبارك الله يبارك قعود تو جاي جذع ما شاء الله 7600 67 ما شاء الله ما شاء الله من دعاه ما شاء الله شوي عمي ما شاء الله ابو صالح يا هلا هلا ابو صالح ورف ها عشان شاري انت اليوم شاري ما شاء الله هذا 7.5 ابو خالد هذا ملكي ذا ها تمر احيانا يقولون تمر ملكي ذا اي ها هذول فخريات ها اي النهايه حد النهايه ما شاء الله ما شاء الله اوزان طيب على 7.5 ابو خالد على 7500 على 7500 الواحد شريتهن وبعتهن ما شاء الله جاب الله بين حق الدرب الله يبارك لك الله يبارك مبروك هالطيب مجدي اي مبروك تشري غالي وتبيع وحلال عنده عجيب الصراحه اي والله ها على 6700 على 6 على 6700 ما شاء الله وين هذول اثنين يا شاطر على 6.5 وين اي ما شاء الله لا لا شوف هنا اثنين ما هم موجودين هلا لا تعال وري هذا بكر ما شاء الله تبارك الرحمن 7000 هالبكره ذي 7300 مبيوع ذي بكره السمين والطيب يجيب قيمه يجيب قيمه وافيه ارسم وافيه يعني 7300 من تحت الحراج
هاي ذا من دون ذبح من دون شيء من دون حاط من دون مكسر. كم يا مجدي ذولي؟ هذولي على 4.850 ريال الواحد ب4.850. اجل لو هي من جهيم ولا هي من جهيم خذ على زود 5 اقل شيء. هذه وش هي؟ صباح لا بس تلقى امه سحليه وابوه ما في عرق بس ما شاء الله طيبه. ما شاء الله هذول مشترى ابو صالح اليوم من على 6500 على 6500 ابو صالح ما شاء الله لحبك للزين يا ابو صالح. طيبات من غالية ما شاء الله الله يبارك الله يبارك. تعال اوريك بعد تو انا ما انتصفنا ما شاء الله هلا والله ابو وسام يا هلا ابو وسام اليوم شرى منك كم شرى اليوم؟ اثنين بس اليوم الشمال إيه؟ لا الحين برد ترى شوف ترى اثنين على حظه الحين يسوم إيه؟ 6 هنا ويسوم 5 هنا ما شاء الله الله يبارك الله يبارك لك. هذا ب 6300 نعم 6 و300 ما شاء الله 6.5 بكري يا ابو خالد 6.5 6500 انسحت الحراج حراج مجد احكي له ما شاء الله الله يبارك آمين. هذا واحد اثنين وهذولي ثلاثة على 5300 على 5300 ما شاء الله على 5800 و300 5300 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما شاء الله يبي أصلا ثمان للدكان ما شاء الله الله يبارك آمين. شو بعودك ما شاء الله 7300 هالقعود هالطيب ذا هذا ترى شغل تربيه نظيف ما شاء الله تبع ابو مهند ما شاء الله لكن شوف ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله هذا الزين شغل نظيف متعوب عليه واخذ قيمه صح صحيح يا زين اللي يشتغل ويتعب يلقى ترى يلقى مردود يا ابو خالد صحيح اي والله من حصل شيء يستاهل 7300 ما بصير 7300 ما شاء الله بعد بعرضه 7300 بس هذا حليب لباني 7300 هالقعود الفاخر 7300 حليب ذا حرج مجد حجلان اليوم السبت ما شاء الله وشوف اخوه بعد ثاني فردناه عن بعض بس كلنا صف له 14 هذا ولا ابو حمد هذا والله ابو 6300 تراه له ما شاء الله 7300 7000 بس كل واحد حرج الحاله ما شاء الله سم لا يا عي ما يبي التصوير والله ما صورك انت سعيد تعال شو السوق اليوم ما شاء الله 5800 ريال 5800 تعال تونا ما شاء الله الله يبارك على 5800 ريال 800 قعدان وقف ما شاء الله حيران ترى حليب ما شاء الله 11600 قصنا اثنين ما شاء الله هلا والله يا هلا والله بعمي هلا بعلي ب 6300 طيب ما شاء الله لا مفتر ذا ما جات مفتر ودخلي ولوز ان شاء الله ما شاء الله تبارك 6300 كبير اليوم السبت ما شاء الله الله سناب مدينة الانعام الله يحييك والله اداره ابراهيم معيون الله يسلمك الله يوفقك الله يوفقك اللهم امين يوفقنا وياك وكل مسلم جهود ها الله يجزاك والله جهود ما يدرون عنها الله يجزاك الجنه اي والله راكب ركيض الله يعينك الله يعينك اللهم امين الله يجزاك الذكر ذي بعد وين حطها بالغرس 6800 6800 6 اي بس بكر مجاني 86 شوف شكله 86 شفته؟ ما شاء الله شو الراس منه ما شاء الله 86 الرزق على الله تعال ابو خالد تعال اوريك 24 عيبين 4 و820 ورفض يبيع 6 ما شاء الله وين هذا تعال انا معلمه وسام 35 هذا الحال وسام 35 ولا الجميع على 4 و8 هذا شيء شوف هذا ما يسواله 4 و3 4 و4 هذا 35 شيء تشايل الله يبيض وجهك تعال اوريك الحوار ذاك ها تقطع لي شوي خليهم يروحوا لا يبيع يا حلو ذولي يا مجدي على كم بيع؟ على 4 و850 على 150 على 850 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شم وين ركبت؟ ها؟
السوداني ابو شعر 4650 اي كم؟ اي عندي انا سوني لكل الظهر كم؟ ايش تبي بعد؟ كفو انزاد ولا بيع على؟ على 6300 بكرتين ذول بكرتين على 6300 افكار ذول الوحده ما شاء الله الله يرزق الجميع الله يرزق الجميع يوفقنا وياك وكل امين امين انت الله يعطيك العافيه انا جيت امس عقب العشاء الساحه خفيفه شوي وجيت الفجر ناظر مصطك الحلال يجون الناس ما يمديهم اصلا يجون عقب العشاء ايه لانه ما راع الحلال ما يحمل الظهر حمل من المغرب وطالع من شيان وطالع لكن ابعد ديرة جا حلال لمك من وين؟ من وين؟ اليوم ولا الايام اللي راحت؟ يجينا من كل محل ابعد ديرة ابعد ديرة ابعد ديرة جاي من الحدود الشمالية بينه وبين الحد يمكن كيلوين 3 كيلو ها جلب هنا الله الله ايه. ولا جلب ادق عليك خليك تجي ورك الله يجزاك خير الله يوفقك الله يوفقك هذا جاي من تبوك اليوم من تبوك هلا والله برعاية تبوك شلونك؟ طيب هنا الله الله الطيب ياخذ حق السوق هذا الله يحييك الحين من وين جاي قلت لي من تبوك الله يحييكم يا تبوك يا هلا والله ومسهلا الله يحييك الله يحييك انا شرف يا ولدي 40 50 60 70 80 90 5 شراه مالك الا دراهم بس. انا عندي 5 بس عندك عليك الخامس ولي بشره ما عليك. 20 50 50 50 50 50 550 وكم؟ و2000 و2000 550 و2000 10 كفو وعشره بست لبو بست بست حليب عندي شوي حليب اي إيه خله غدي ان شاء الله خله تشرب مع المئزه ان شاء الله ها الله يبارك لك تستاهل امين 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 الله يجزاك خير لا عايف على طول نعود على الحليب غدي ونبيع عليك ابو غمار ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اليوم يا مدري كلك بركه شرينا الله يبارك فيك الله يجزاك خير يوفقنا وياك ان شاء الله قادر نقيمه ان شاء الله الله يجزاك خير الله يوفقك يا مدري خلي مكسب 5 لا صار وزنه 120 الله يجزاك خير الله يسلمك الله يسلمك شكرا جهودك شكرا يا رب 700 7 7 8 على ولد الدلال 8 على ولد الدلال 100 يا عبد الله 100 100 100 ضل يا اهل الهيبه هنا ابوك بخمس لابوك 8 و5 على دلاله 8 و500 على دلاله 8 و600 9000 على دلاله 9 الناقه خيام 9 على 10 شريت سفين شريت 9 و100 بخمس على دلاله 10 10 تلال 10 تلال 10 والسعي مرة سجل وين كاتبكم يا ولد ما جاء يا كاتب يا عبد اللطيف يا أخي دق عليه 10 تلال 10 10 100 ترى السعي برا 10 و100 يا ولد 10 و200 يا ولد يلا بعلي له نظر يرفع يده 3 4 5 5 ابو صايد 10 و5 تعال عندي يا أخي بهالصف تعال 10 و5 كم صور هنا وهنا 10 يا حداد 13 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
ابيك فين يا ولد؟
15 لكم نظر حلاج الشو 15 والسعي برا لك نظر بمئة بمئة يا عم عير بمئتين يا عم بس العربي بمئتين العربي سجل سجلنا 15 ومئتين أنا ربحه حايل ما يبعد هاي 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 لحظة هريدة خمسة البك الله شعلية طال عمرك على زملاء الشوخ خمسة 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 ستة لابو مشعل ستة 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 لابو مشعل بمية بسبعة لابو مشعل بمية بثمانية لابو مشعل بمية بتسعة لابو مشعل بمية تسعة ومية تسعة ومئتين ومئتين ثلاثة مية ثلاثة مية ثلاثة مية بالصايف عاشر الدرب على الصايف بمية ومئتين أعطيه ألف أحد عشر ألف بمية ثلاث وخمسين واللي شرى من 53 شرى ذي باثنين وثلاثين اللي تحكم اللي انت حرش اللي انت وقفت عليه صور ما شاء الله ما شاء الله باثنين وثلاثين الله يبارك سبع وثلاثين
37 37 ترى جت اسوام امس كيف صار القحر والسنة 22 والسنة يقول هذا راعي يا راعي شدات هلا والسنة 22 ثنية يقول القحر 22 هذا راعي كم لعبة القحر يا راعي 22 17 على ابو غسره 200 يا ولد 200 23 صافي ادش البكره 17 17200 على الصفره 17200 هذا المتحدي 17200 ثلاث على ابو مشعل على الصفره 3 4 5 على ابو مشعل 6 7 على ابو مشعل ابن مزود حرفهم دلال 9 على ابو مشعل 9 17 و9 18 23 صافي 18 خلاص 11 على ابو سليمان 100 يا ابو سليمان 12 على ابو سليمان 100 يا ابو سليمان 13 على ابو سليمان 100 14 على ابو سليمان 15 على ابو الصاي 16 على ابو الصاي 17 على ابو الصاي 18 على ابو الصاي 18 ألف ومية 18 ألف ومية خلاص كم؟ مرة 18 ومية 5 18 وخمس وخمس بست 19 مية حلالية 20 ألف 20 ألف ومية 20 ألف ومية 20 ألف ومية حلالية 20 ألف ومية وأنا أسوي كل شيء منها على غيركم على دلالة على تلفت بس خلي كم على ابو مشعل 24 على دلالة 24100 100 الكبل الكبلات يا ولد خلاص 24200 تحرك خلاص تكبر نظر الابيع ب 24200 الله يغفر الناوي وعنا الوضع حديث 26000 ما شاء الله جدع 26000 حلوه طيبه ما شاء الله الله يبارك الله يرزق البايق والشاه ما شاء الله الطيب يا ابو يزيد فرض الروح غصب الطيب فرض الروح هو الزباين تلحقوا اي والله والله الدور دور لكن الحمد لله لكن الوضع حرقب اي والله شوف الحلال وما يستاهلون نزعل ليش لان ترى هذا ثاني واحد جلم بالحراج هناك وجاي مسكاكه دبوه يقول دبوه قلت يا رجل المفروض يا ابو يزيد انه ما يباع الا يوم السبت طيب ولا جاي يوم السبت ولا جاب على 10000 على 12000 على 18000 يعني راعيهن راعي صار معلق بالسناب ما صار معلق برزقه صح ها يا اخو اللي بيشري يزحف يجي ولا يقول اصبر لي نظام وانزل زادا نسيما نجي عليه نسوم ردوا لنا هذه سناباتنا هذه جوالاتنا احنا مع الناس احنا نفرح صحيح لان ما نعني احد ولا يشري صحيح على ما قال محله ومستانس ولازم يجي يشوف بعين اللي تبون على اربع السنتين على اربع على مية اي خلفات ما باعوا هل نجيبن هنا دق عليه يا اخوي ندخل حمله الناقه رح هلا والله محمد من دين الناس حنا طيب هلا دق عليه لحمل الناقه هنا في خمسه على اربعة على اربعة على مية على ميتين على سبعة على سبعة على لاحد على جد ثلاث على مية
هلا برازيلفي يلا حي. بال 14 وصاير اليسرى بعدها 15 بال 14 ما شاء الله. عبد الله يا بشع رد عليك ثلاثة مع الشيوخ 40 واحد كله راحت يا ابو عبد الله ما شاء الله الله يبارك لك لحبك للزين يا ابو عبد الله الله يبارك لك الله يبارك لك ابو عبد الله عبودي 200 بصايه هذا على الشيوخ اخر باع الشيوخ هذا 40 متر 40 متر هذا ابو سليمان النعم هذا ابو صايد يا هلا هذا ابو سليمان قد وتنا هذا ابو سليمان قد وتنا طيب افكر ابو جاهز احنا جايين نعطي المسافه حق الخلاص طيب ما شاء الله الله يوفقك يا جماعه 8 هلا والله عبد الله شلون سوقكم اليوم؟ طيب الشيخ زين اي والله طالعين نشوف 40 متر بيعت كله كله راجل مش مسلم هذول عاد جايبين اللي يبيعون على خلفه ولا بعرين اشوف ايش فيها كان تحت كله اللي قاعد هذا بتحمل الله يبارك لك هذا السوق زين السوق اليوم طيب الحمد لله الله يبارك للجميع ما شرت شيء يا عبد الله انت ما شرت ما شرت شيء 8 و50 يا بصايد 8 و50 هذا مسلمان اي هو نعم مسلمان 8 و50 اليوم ابو صالح امجد يا هلا والله ابو صالح مرحبا صرتنا البركه والله الله يبارك فيك الله يحييك ويبيض وجهك الشرف لي الله يسلمك ازور مدينه الانعام ما شاء الله تبارك الرحمن السوق اليوم محمس ما شاء الله ونظيف ايضا شرينا ثلاث خلفات الله يبارك لك جبتين حملناها فدنا وحده عليها كلام الله يبارك لك وشرينا قعدان الله يبارك يا ربي لك الحمد الله يبارك لك وشيء شريناه وشيء رديناه وشيء بعناه لا بيع ما بعنا وشيء هديناه وشيء يستاهل الله يبارك لك الامين الله يذكر ويحييك الله يحفظك يا علامك يا الله ثلاثة واربعين عمي تشريف
تشري خلاص كمان 43.